إقليمي واسع انطلق في محافظة النجف مهرجان الصحافة النجفية بعيدها التاسع بعد المئة، والتي ساهمت منذ تأسيسها في صناعة الرأي العام في تاريخ العراق المعاصر. مهرجان الصحافة النجفية بعيدها التاسع بعد المئة تميز هذا العام بحضور دولي وإقليمي لتشارك مع الصحفيين العراقيين في النجف إرثا ثقافيا وإعلاميا كبيرا، الذي لطالما كان عنوانا للأقلام الحرة ونقل الواقع بصورة حيادية. أسرة صحفية العراقية أسرة شجاعة، والصحفيون بشكل عام هم يبدعون من أجل العراق. 475 شهيد صحفي قدمنا، لكن لم تتوقف العملية الصحفية في البلد، لأننا نعتقد بأن البلدان الديمقراطية لا يمكن أن تبنى أو ترسخ فيها قيم الحرية إلا من خلال الصحفيين والمثقفين. يعني هذا إرث كبير بمحافظة النجف الأشرف، تتمثل بشموخ الصحافة في هذه المحافظة التي خرجت العديد من الصحفيين على مستوى العراق وعلى مستوى العرب وعلى مستوى حتى العالم، ويكفيها فخرا أنه أول نقيب صحفيين في العراق هو من أبناء محافظة النجف الأشرف المرحوم محمد مهدي الجواهر. لذلك محافظة النجف الأشرف تعتبر من المحافظات المهمة في موضوع الصحافة، وهي مصدر قرار. على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الصحافة في العراق، لكنها استطاعت أن تخرج من الشمولية التبعية نحو صناعة الرأي العام والنقد البناء للقضايا المحلية والدولية. نبارك للأسرة الصحفية، للأسرة الإعلامية التي ضحت من أجل إعلاء كلمة البلد وإعلاء كلمة القوانين العراقية بكل حيادية. مبارك لهم هذا العيد، نتمنى أن ينالوا حقوقهم التي أقرتها الدولة العراقية والقوانين المشروعة في البرلمان العراقي، لا سيما مستحقاتهم في قطع الأراضي السكنية، فهذا أقل ما يقدم لهذه الشريحة المباركة. كل حكومات العراقية بعد التغيير عام 2003 الكل تشيد بعمل الصحافة العراقية والصحافة النجفية، إلا أن الحكومات لم تنصف الصحفي في حقوقه، وبالأخص محافظة النجف الأشرف لم تنصف الصحفيين فيها من خلال قطع الأراضي. تفاجأنا خلال الأعوام السابقة بأنه هناك بدل مالي كبير للصحفيين يصل مقداره إلى 22 مليون. تاريخ النجف السياسي الحافل بإدارة أزمات كبرى التي حدثت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى الآن، جعلت من الصحافة المحلية رسلا لمنهجية القرارات التي غيرت كثيرا من الواقع العراقي. على مدى قرن ومئة عام كانت الصحافة النجفية هي الرائدة في صناعة الرأي العام في تاريخ العراق المعاصر. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.